بسم الله الرحمن الرحيم. دخل عليه شهر رمضان المبارك، فصلى وصام وقام مع عباد الله الصالحين لله رب العالمين. ثم ما لبث أن خرج شهر رمضان المبارك وذهب إلى الله رب العالمين. فماذا يجب علي وعليك وعليك بعد رمضان؟ يجب علينا الاستمرار على طاعة الله عز وجل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، فعليك وعلي أن نعبد الله عز وجل وأن نحافظ على الواجبات والأمور المهمة في ديننا ولو كانت يسيرة. ولهذا أيها الأحبة، علينا بالالتزام بالطاعة وإن قلت، فإن العبرة بالكيف وليس بالكم. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا وعبادة. ومن الناس من إذا أتى رمضان صلى وصام، وإذا انتهى رمضان فلا صلاة ولا صيام. وهؤلاء هم عباد المواسم، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يواصل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة العبادة والإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى، والاستعداد للقاء الله عز وجل في كل وقت ولحظة وحين. وفق الله الجميع، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم في خير وصحة وعافية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.